ممكن مقارنة بين إصدارات السي؟ آه ممكن طبعا، مش كل إصدارات الخط في أي براند بتكون متاحة في كل الدول وفي كل الستورز. أنا هتكلم عن المتاح حاليا في موقعهم الرسمي ومنهم متداول في معظم الأماكن. النوتس المشتركة بين كل الإصدارات اللي هقولها دلوقتي اتنين. أول حاجة في التوب نوتس الكشمش الأسود، وده نوع من أنواع العنب، ساعات بنقول عليه التوت الأسود المزز، وده طعمه بيكون ما بين العنب والتوت، بيكون سويت اند ساور، حامض ومسكر في نفس الوقت. ورقم اتنين الفانيليا في القاعدة، كلهم ده درجة ثباتهم وانتشارهم قوي ودرجة التقل بتختلف. أول إصدار من سي اللي ظهر قدامكم دلوقتي في الصورة سنة 2013 ريحتها هادية، قاعدتها فانيليا وباتشولي، والتوب نوتس هنا مستخلص ورق التوت الأسود اللي قلنا عليه، نوع ريحتها فانيليا فروتي سويتي وباتشولي وخشبي خفيف. في إصدار الزيت بتاعها اسمها سي ويل دو بارفوم، سي لو بارفوم 2016، ريحتها عنبر سويتي فروتي، والفاكهة هنا توت وبرجموت، القاعدة عنبر وفانيليا وسبايسز دافية ناعمة. سي انتنس 2021 الاصدار الجديد بتاع سي لو بارفوم، ريحتها عنبر قوي سويتي فروتي وسبايسز دافية ناعمة في القاعدة، ونوع الفاكهة هنا شراب التوت الاسود. سي فيوري، ودي في منها اصدار واحد بس، ريحتها فلورال باودر حمضي ماسكي اللي هو المسك، قاعدتها مسك وفانيليا خفيف، الورود هنا زهر البرتقان ووردة الروز البينك، التوب نوتس التوت الاسود المزز والمندرين الاخضر. اول اصدار من سي باسيون، وده تركيزها ايدو بارفيوم، انا متكلمه عنها بالتفصيل في الاكونت، فيديو مكتوب عليه سي باسيون ريفيو، ريحتها فروتي خشبي فانيليا ومع فاكهه التوت الفلفل البينك، وده بيبقى ريحته سبايسي بلس الجريب فروت. سي باسيون اكسكلوسيف اديشن، ريحتها زي سي باسيون اللي لسه قايلها دلوقتي ولكن زياده مع النوتس عنبر قوي، فدي اتقل. سي باسيون اكلار، ريحتها فلورال ماسكي فروتي، هنا في نوعين من ورد الروز البينك والأحمر، القاعدة فانيليا ومسك، الفاكهة هنا توت وبرجموت، ودي فيها شبه من إيدون لانكوم وفيري جود جيرل من كارولينا هيريرا. سي روز سيجنيتشر فلورال فروتي حمضي سويتي، نفس مكونات سي باسيون إكلا اللي قلتها دلوقتي، بس إضافة عليهم نوتس زيادة مش واضحين فيها، العنبر ووردة الفريزيا والمندرين. سي باسيون ريد مايسترو، كنت بشوفها في بعض الصفحات ساعات ولكن مش موجودة حاليا في موقعهم الرسمي، ريحتها الفلفل البينك السبايسي مع التوت، هي سويتي فروتي سبايسي مسكي، والقاعدة فانيليا ومسك. سي انتنس السودا خشبي قوي فلورال فروتي سويتي باتشولي، مكوناتها توت وورود ومندرين وبرجموت وفانيليا واخشاب، تري شيك.